السلام عليكم أعزائنا مشاهدي قناة لمحة الكرام. طريقة علمية للتخلص من الصداع دون مسكنات. الشعور بالصداع هو من أكثر الآلام إزعاجا، فهو يفقدك القدرة على التركيز والقدرة على أداء مهامك اليومية بشكل سليم. وعندما يصاب الإنسان بالصداع ولا تكون المسكنات في متناول يديه، أو يكون من الذين لا يحبون تناولها، فالأمر يكون صعبا جدا. لكنه ليس كذلك بعد الآن، فهناك طريقة علمية للقضاء على الصداع بدون مسكنات، وسوف نخبرك عن هذه التقنية التي تخلصك من الصداع بفعالية وسرعة في المقطع التالي. والآن تعالوا نعرف أكثر عن هذه التقنية. قبل مشاهدة الفيديو، فضلا قم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك إشعار بالفيديو الجديد. لمحة، معرفة، اكتشف ما لم تكن تعلم. أولا، ما هذه التقنية؟ هذه الطريقة تسمى أكيوبريشر، وهي نوع من التدليك الفعال الذي تم بناؤه على أبحاث علمية جديدة، وهي عبارة عن مزيج من العلاج بالإبر والعلاج بالاسترخاء، وهي لا تتطلب مهارة أو إلماما بالأمور الطبية، وهي تعمل عن طريق تدليك موضع معين في جسدك. ثانيا، كيفية القيام بهذه التقنية. للقيام بهذه التقنية والتخلص من الصداع بسهولة وسرعة، أولاً، اتخذ وضعاً مريحاً واسترخي بالكامل. وجدير بالذكر أن التدليك لا يستغرق وقتاً كثيراً، فهو في المتوسط من 30 ثانية إلى دقيقة واحدة. وهناك 6 مواضع رئيسية في جسدك، تدليكها يخلصك من الصداع وبعض الآلام الأخرى، ويكون تدليكك للموضع تدليكاً خفيفاً أو التدليك في حركات دائرية على هذا الموضع. وفي العادة الصداع يختفي أثناء التدليك أو بعد التدليك بمدة أقصاها 10 دقائق. ثالثا، ما هي هذه المواضع وأين تقع في الجسد؟ أولا، نقطة يينتانغ، وموضع نقطة يينتانغ أو المعروف بالعين الثالثة، ويتقع بين الحواجب بالضبط في المنطقة التي هي نهاية الأنف وبداية الجبهة. وتدليك هذا الموضع لا يعالج الصداع، بل أيضا مسؤول عن التخلص من الإجهاد. ثانيا، نقطتي زانزو، وهذه النقطتان المتشابهتان يقعان في طرف قاعدة الحواجب من الداخل، وتدليك هذه المنطقة أيضا تعالج سيلان الأنف ويساعد على زيادة حدة البصر. ويجب تدليكها لمدة دقيقة بالضغط الخفيف أو التدليك دائريا، وسوف تشعر بتحسن. ثالثا، نقطتي يانغ زاينغ، وهذين النقطتين يقعان في جانبي طرف بداية الأنف على نفس خط العيون، وستجدهما أسفل عظمتي الوجنتين، وتدليكهما يساعد على تفتيح الجيوب الأنفية وآلام الصداع وآلام الأسنان، ويخفف التوتر العصبي. رابعا، نقطتي تيانزو، ويقعان خلف الرأس في المنتصف بين الأذنين وبداية العنق، وتدليك هاتين النقطتين يساعد على علاج احتقان الأنف وآلام العيون والأذنين، وعلاج الصداع الكلي والنصفي. خامسا، نقطتي شوايغو، ويوجدان على بعد 3 سنتيمتر من بداية الشعر في منطقة معبد الشعر من الجانب، وهي المنطقة ما بين الأذن والعنق من الرأس، وتدليك هذه المنطقة يعالج الألم الناتجة عن الفروق في التوقيت الزمني أثناء السفر، وتعالج أيضا إجهاد العيون. سادسا، نقطة هيغو، ويوجد هذا الموضع على ظهر كف اليد ما بين السبابة والإبهام، وتدليك هذه المنطقة يخفف ألم الظهر والأسنان والتوتر في عضلات العنق. والآن جرب تدليك هذه المواضع، إنها فعالة جدا، ونود أن نسمع منك النتيجة في تعليق على الفيديو. ولا تنسى الإعجاب بالفيديو، وإذا كانت أول مرة تشرفنا بزيارتك لقناتنا المتواضعة فمرحبا بك، ونود لو تشترك في قناتنا، فهذا سيكون تقديرا منك لمجهود فريق القناة ومصدر سعادة لنا. نشكركم للمشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك.